اذكر كائنا حيا حيوانا أو نباتا اسمه من حرفين مكررين. يا سلام ليندا القرقوشي. الهدهد. هد 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 صح. الاحتمال الخامس، احنا نريد كائن حي، حيوان كان أو نبات من اسمه من حرفين مكررة مثل هد هد. شو تقولين؟ بلبل. بل بل موجود بلبل؟ نعم موجود البلبل. يا سلام بلبل أعلى احتمال. تقررين نجي وياكم؟ شنو؟ شو هيجي؟ ما تريده؟ يمها قرر أي كيفك. إلهم تهدو لو إلكم. يلا تمام إلهم خلاص. إلهم هدية. إجتكم هدية. شكرا عليك. سهلة. تفضلي أخت ندى. وأهلا وسهلا. تفضلي تفضلي أخت ليندا. والأخ فانسي. فانسي اذكر لي كائن حي، حيوان كان أو نبات اسمه من حرفين مكررين. طلع بل بل وهد هد. وبعد خوخ. ها خوخ 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 خوخ. أنا ليش أقول خوخ؟ لأنه لا تقول خوخو خوخو. يعني لازم حرفين مكررين. بل بل حرفين هد هد